هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ننطلق مع هذا الشوط مع هذه الأسماء من 8 كيلومترات، انطلاق جميل، انطلاق مميز. نتمنى التوفيق أيضا لجميع هذه الشعارات والفطاح للمضمرين المتابعين أيضا من خلف هذه الشعارات. أسير مباشرة، افتتح النداء على البداية في هذه اللحظات صدارة هذا الشوط، والمقدمة هنا أيضا الطاير لهجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي من يقوده في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام تقدم من شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي بمتابعة وتضمير شاهين على المركز الثاني في هذه اللحظات. تنتقل مباشرة مع المركز الثالث، وصول وتقدم من نشوان لهجن الرئاسة، يضم أحمد بن مطر بن مايد على خيلي هنا يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. نقلتنا والدور دور المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الخامس التقدم من هذه الأسماء، التقدم من هذه الشعارات هنا المتسللة من المراكز الخلفية في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا اللي قادم شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، المركز السادس، وصول وتقدم من الوسمي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع، يتابع انطلاقة الوسمي وتحدياته المثير اللي خذ المركز السادس. المركز السابع، وصول وتقدم من صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، أيضا ينطلق بهذا الانطلاق، انطلاقة صوغانية جميلة مميزة، وهذه السلالة الغنية دائما عن التعريف. المركز الثامن، شعار الرئاسة وهجنها، هناك أيضا هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة من تقدم لنا هذا الاسماء جلمود لهجن الرئاسة يقود علي بن ميل الوهيبي، وهناك أيضا خداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبيد بن حمد بن بريك المري، يتابع هذا الانطلاق. والمركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام شهبار لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى، الكل يتابع سواء من قلب الحدث أم هناك أيضا عبر قناة دبي ريسينج المتابعة الناغلة التي تتجول بعدساتها كل ما يدور من خلال هذا الميدان. أعود مع هذا الاندفاع، اندفاع مميز هنا ما بين شعار هجن الرئاسة وهجن العاصفة على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. الطاير الطاير من يحلق في سماء المرموم على المقدمة والصدارة، الطاير لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي على الصدارة مع المركز الأول هنا الملقب بالظافر الغني عن التعريب بوسعيد. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، غياث الليالي الذي يقدم لنا هذا الأسماء، هذا الشعار الذي اختطف الرموز، اختطف الرموز هنا من كل حدب وصوب، اختطف السيوف هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتمنى لكل الشعارات بالتوفيق والسداد والنجاح. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز الرابع، وصول من نشوان لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد آل خيل يتواجد بانطلاقة نشوان على المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، يتابع هذا الانطلاق، يراقب هذا المسار والتحدي المثير، بينما المركز السادس وصول وتقدم هنا في هذا المسار من خداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك أيضا عبيد بن حمد بن بريك المري، يتابع هذا الانطلاق اللي خذ المركز السادس في هذه اللحظات. نقلتنا إلى المركز السابع،
المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي قادم هنا ايضا مرسال لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد بن ذياب بن زايد ال نهيان. هناك ايضا يتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقه مرسال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، محفوظ بن خميس علي نيبي. هنا ابو ناصر الزعيم هنا يتواجد في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. شاهين قادم لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. أتابع القادم في هذه اللحظات من الوسمي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. هجن الإمارات، هجن التراث، بينما هناك أيضا الغدوم في هذه اللحظات من جلمود لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، خذ المركز التاسع والمركز العاشر أيضا وصول وتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وهناك شعار هجن الرئاسة مع المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا النتيجة للمرة الثانية، هكذا النداء للمرة الثانية. هنا يا سلام، الشوط يبغي له متابعة، يبغي له تخطيط، يبغي له تركيز هنا من الفطاح للمضمرين المتابعين الحاضرين لهذه الانطلاقات. يا سلام على البداية الأولى، هجن العاصفة، هجن العاصفة، العاصفة وهجنها تتقدم. هناك أيضا الشعار الملكي يتواجد بانطلاقة شاهين على البداية الأولى. شاهين على الصدارة لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثاني، المركز الثاني وصول وتقدم من نشوان لهجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، من يتواجد بانطلاقة نشوان في هذه اللحظات. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في هذه اللحظات في هذا المسار. المركز الرابع وصول وتقدم من الطاير لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، واصل على المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في هذه اللحظات. وهناك مرسال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس علي نيبي. هناك أيضا بو ناصر يتواجد في هذا الانطلاق في هذا المسار. هكذا نتيجتنا، هكذا النتيجة في هذا اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. قطعنا 5 كيلومترات، ما تبقى إلا 3 كيلومترات عن خط النهاية، عن ناموس هذا الشوط. الشعارات قادمة، الأسماء قادمة من المراكز الخلفية. هنا الشعارات وهذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات. ترى مرسال، أرى الوسم، على شعار هجن العاصفة، من تتقدم في هذه اللحظات. يا سلام، بقيادة حكيمة، قيادة مميزة حتى هذه اللحظات بانطلاقة شاهين. شاهين على صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المركز الأول. المركز الثاني نشوان لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد آل خيلي. هنا رجل كل الأمتار يتابع هذا الانطلاق، يتابع انطلاقة نشوان. هجن العاصفة تتواجد بانطلاقة شاهين على المركز الثالث. المركز الرابع وصول من الطاير، وصل الطاير، وبقول طاير الطاير في هذه اللحظات لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. شاهين قادم لهجن العاصفة غياث الهلالي، وصول من مرسال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وعذاب القلب من شيء نشوفه يا ابو ناصر، هناك ايضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. وصول وتقدم من الوسمي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، احمد بن خلفان بصايغ
الفريق المزروع. يا سلام يا سلام على هذا التحدي، المسار المستقيم نحو خط النهاية، المسار المستقيم خط النهاية ينتظر. هذه الشعارات، المنصة بانت والناموس وين أقرب بانطلاقة هذه الشعارات ما بين شعار هجن العاصفة شعار هجن الرياسة هنا في موقع واحد في مسار واحد ما بين هالفطاحلة ما بين هالكبار. وصول مساندة من شاهين لهجن العاصفة وهناك الطائل لهجن الرياسة هنا. الله 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 على هذا التحدي. ولكن شاهين غير، شاهين على البداية على صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة. هنا في هذه اللحظات نشوان على المركز الثاني، هناك أيضا شعار هجن الرياسة، وصل الطائي لهجن الرياسة، شاهين بدأ يتحرك لهجن العاصفة، وهناك القادم جلمود جلمود واصل لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. هنا منطلق بانطلاقة جلمود وهناك الطائر نشوان لهجن الرياسة، ولكن شاهين الشعار الملكي هنا شعار هجن العاصفة من يتقدم على البداية الأولى، يتقدم هنا على خطى معينة هنا بانطلاقة هذا الشوط. اشتدت المعركة 1200 يا فطاحلة يا مضمرين يا من تتابعون هذه الانطلاقات، هنا الكل على أعصابه. ولكن شاهين والطاير، الطاير قادم هنا، الطاير لهجن الرياسة، وهناك أيضا شاهين لهجن العاصفة. الكيلو متر الأخير، افتتحنا هذه البوابة، افتتحنا هذه الأمتار المجنونة هنا، بدينا بالعد التنازلي. ولكن هنا نفس السيناريو على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. هجن العاصفة من تتقدم على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على البداية الأولى. الشعار الحمر قادم، الشعار الحمر قادم في هذه اللحظات مع الطاير. الطاير واصل على المركز الثاني هجن الرياسة، هذه المؤسسة العملاقة. هجن العاصفة على المركز الثالث، هجن الرياسة على المركز الرابع. هناك الوصول والتقدم هنا من الوسمي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتواجد على المركز الرابع. ولكن وين شاهين؟ وين شاهين على البداية الأولى على الصدارة الأولى مع المركز الأول على صدارة هذا الشوط. والنقطة الثامنة على التوالي على البداية سلوب لهجن العاصفة. سلام، مشكور يا غياث على البداية الأولى. وعلى المركز الثاني في هذه اللحظات تهانينا والناموس هنا للشعار هجن العاصفة على المركز الأول والثاني. ثالثا وصل هناك الطائي لهجن الرياسة على المركز الرابع. مشاهدينا متابعين الكرام نشوان لهجن الرياسة والمركز الخامس. هنا أيضا لحظات وصول من شاهين لهجن العاصفة. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام تهانينا والناموس لهجن العاصفة. توقيتنا الزمني 12 دقيقة 44 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لقياث الهلالي على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام 12 دقيقة 47 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. على المركز الثاني تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لقياث الهلالي. على المركز الثالث وصل الطائي لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. توقيت الزمن 12 دقيقة 47 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.